السيد رئيس الحكومة البارح في التصريح ديالو أو في الحوار اللي عمل مع القنوات الرسمية، تكلم على أن هناك لجان تشتغل على هذا الموضوع هذا، وأيضا عبر على التفاؤل ديالو بخصوص هذا الموضوع هذا، اللي كنتمناو أنه في القريب العاجل إن شاء الله اللجان البين وزارية اللي كتعكف على هذا الموضوع، طبعا بالاعتماد على التوصيات ديال اللجنة العلمية، أنه يكون إن شاء الله شي اتجاه إيجابي في هذا الموضوع هذا. وطبعا ما غاديش نعاود نأكد على الأهمية ديال القرار في البدايات الأولى، فاش بحال ظهرت الحالات الأولى ديال أوميكرون على الصعيد الدولي، اللي ما كانتش حتى شي واحد كيعرف شنو هو أوميكرون ولا القدرة ديالو على الفتك ولا الإماتة، فكان مهم جدا ذلك القرار.